لأنها صحيفة الوطن، فقد أولت الاتحاد اهتماما بالغا لاستضافة العاصمة أبوظبي بطولة العالم للفورمولا 1، من حيث عدد الصفحات التي خصصتها للحدث أو فريق العمل الذي تكفل بالمهمة. تغطية الاتحاد للحدث لم تتوقف على أيام السباق الثلاثة، لكنها كانت تقريبا منذ عامين منذ الإعلان عن استضافة الحدث، وواكبت إنشاء الحلبة، وتواجدنا في الحلبة وغطينا كافة التفاصيل حتى توج هذا الأداء بالسباق الرئيسي الذي شاهدناه هنا في أبوظبي، وكان مذهلا من كافة الجوانب. ولم يهدأ القسم الرياضي طوال أيام البطولة من أجل أن يطل الملحق على قرائه كل صباح بجديد البطولة. على الرغم أنها التجربة الأولى لي بتصوير بطولة بحجم الفورمولا التي غطيها أكثر من 150 مصور من مختلف أرجاء العالم، إلا أني كنت حريص على التقاط صور حصرية من أجل جريدة الاتحاد. أنا سعيد بهذه التجربة الرائعة التي استفدت فيها شخصيا من خلال اكتساب خبرات جديدة في عالم التصوير. وخلف فريق العمل كان هناك فريق من الجنود المجهولين على رأسهم أم صويلح، تلك الشخصية الكرتونية التي نفذت إلى قلب القارئ المحلي من أقصر الطرق، وقسم الجرافيك الذي حول المادة إلى أرقام وأشكال ذات دلالات، وغيرهم من شركاء المهمة. فشكرا لكل من ساهم على تحقيق هذا النجاح المنشود.